ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء. والحقيقه احنا دلوقتي وصلنا للفقره الطبيه. الحقيقه لكل ام ولكل اب بنقابل مشاكل كتيره جدا مع اولادنا. مشاكل احيانا بتكون زي نقص المناعه او سوء التغذيه او مشاكل في النمو او مشاكل نفسيه وعصبيه. وللاسف الشديد احيانا بتنتشر عيوب خلقيه للاطفال، بدانا نشوفها في القلب، في الدم، في حاجات كتيره. عشان كده حابين نلقي الضوء الأول على أسباب هذه المشاكل. والحقيقة مشاهدين الأعزاء في توجه للعالم كله دلوقتي بيتكلموا عن موضوع جديد جدا، وهو موضوع الألف يوم. إيه موضوع الألف يوم ده؟ لكل أب ولكل أم حابين تعرفوا إيه الألف يوم وإيه علاقتهم بحياة الطفل بعد كده. هنعرف كل التفاصيل في فقرتنا دلوقتي. معانا ومعاكم في الاستوديو منورنا ومشرفنا دكتور محمد عبد الرحمن خليفه، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده بكليه الطب جامعه الاسكندريه، وزميل كليه كامبريدج انجلترا. بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه يا دكتور، في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ايه موضوع الالف يوم؟ الالف يوم طبعا دلوقتي يمكن اللي يسمع العنوان او يسمع المصطلح الالف يوم الاولى، يعني هي أيوة. المصطلح الصح هو اول الف يوم في حياه الطفل. فعلا ده اول حاجه بدرت لي ان هم يبقوا اول يوم الف يوم في أول ألف يوم. في بدايه حياته. اول الف يوم دي اللي يسمعها ممكن يفتكر ان من اول ما الطفل يتولد لمده مثلا 3 سنين. تمام. لكن في الحقيقه ان هي بتبدا الالف يوم من قبل كده، من اول ما يحصل اول يوم في الحمل وطول ال9 شهور لحد عمر السنتين. فاذا الالف يوم مش بتبدا من ولاده الطفل، لا دي بتبدا من اول يوم في حدوث الحمل ومستمره لحد السنتين. العالم كله دلوقتي بيتكلم عليها بقالهم سنين على فكره، مش حاجه جديده. واحنا في مصر برضو في مبادره من وزاره الصحه، حمله توعيه برضو شغاله على اول الف يوم، لان هي بصراحه تعتبر الف يوم ديت مصيريه مش بس لصحه الطفل وحياته وكل حاجة خاصة بيه بعد كده وتطوراته والكلام ده، لا دي كمان مصرية للأسرة بتاعته والعيلة الكبيرة وللبلد ككل، بتأثر في كل حاجة بعد كده. فلو اهتمنا بيها صح الناتج بيبقى كويس جدا، لو أهملناها بتبقى مشكلة. فعلا يا دكتور، يعني حضرتك قلت معلومة مهمة جدا، يعني الألف يوم بيبدأوا من وهو الطفل جوه بطن من أمه، من أول يوم حدوث الحمل. دي كده أول يوم في الألف يوم، وبتنتهي مع عيد ميلاد الطفل التاني اللي هو أول ما يقفل سنتين. ممتاز ممتاز. طيب يا ترى بقى ايه اهميه الالف يوم بالنسبه لحياه الطفل، وايه كمان مخاطرهم لو احنا ما اهتمناش بيه؟ هو الاول يعني قبل ما نتكلم على النقطه دي لازم الاول نقسمهم. تمام. لان دلوقتي في تقسيمه قديمه شويه وفي تقسيمه جديده. ايوه. التقسيمه القديمه ان هم الالف يوم متقسمين، اول مرحله اللي هي هم 3 مراحل. اول مرحله اللي هي 9 شهور الحمل، وديت عباره عن 270 يوم. المرحله الثانيه اللي هي أول سنة في عمر الطفل، والمرحلة الثالثة اللي هي تاني سنة في عمر الطفل. ممتاز. فمجموعهم كده 270 يوم، 365 أصبحوا 1000. ممتاز. اليونيسيف، منظمة اليونيسيف قسمت تقسيمة جديدة خالص، بحيث إن هي حاولت تجمع كل مرحلة متشابهة في المخاطر والأهمية. بمعنى إن أول مرحلة زي ما هي دي محدش جا جنبها، إن هي أهم مرحلة اللي هي مرحلة الحمل، اللي هم 9 شهور الحمل دي زي ما هي 270 يوم الاولانيين، ودي اهمهم واكثرهم خطوره واهم واحده فيهم. المرحله الثانيه قالوا لا مش هنخليها السنه الاولى والسنه الثانيه، هنخليها اول 6 شهور من عمر يوم لحد 6 شهور. دي مرحله ثانيه ومهمه جدا 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 ولا تقل اهميه عن فتره الحمل. المرحله الثالثه اللي هي من اول يوم في الشهر السابع للطفل لحد 24 شهر اللي هو سنتين، ودي يعني بتليهم في الاهميه. فأصبحت ال3 مراحل عندنا 270 يوم، وأول 6 شهور في عمر الطفل 180 يوم، أدي كده 450 يوم، ومن الشهر السابع ل24 شهر دول 550 يوم، أصبح المجموع حوالي 1000 يوم. ممتاز. ودي آخر تقسيمة ماشيين عليها. ممتاز يا دكتور، حضرتك كده قسمتهم لنا. تمام. عايزين بقى نعرف المخاطر بتاعتهم وأهميتهم. أهم حاجة طبعًا في الألف يوم ديت إحنا نحب نلفت نظر الأمهات ليها، إن لو أهملناهم بتبقى مشكلة. فأهم حاجة في الألف يوم التغذية ثم التغذية ثم التغذية وبعد كده المتابعة. ده لو حبينا نلخص الموضوع في كلمتين. التغذية في الأول، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الحمل، طبعا بتبدأ دي تغذية الأم مهمة جدا جدا جدا. بيتدلعوا يا دكتور ومش بياكلوا. مشكلة. والله مش بيبقى بمزاج الواحدة يعني، هو بصراحة هو الجيل كله كده يعني، الجيل كله غير زمان. فدلوقتي بصراحة بقينا يعني نادرا ما نلاقي الأم صحتها كويسة، ما عندهاش أنيميا، ما عندهاش نقص فيتامين د، ما عندهاش مشاكل تانية، بقى موضوع نادرا. أيوه. مفيش تأسيس زي زمان.
الاكل اي كلام، الاكل كله غير صحي، كل الحاجات دي مؤثره طبعا جدا. ايوه طبعا طبعا. فتغذيه الام في 9 شهور الحمل مهمه جدا جدا جدا. المتابعه مع طبيب النساء مهمه جدا كل شهر على الاقل، وفي حالات بتحتاج ان قبل الشهر كمان متابعه. وطبعا في احتياطات لازم الام تاخدها في فتره الحمل. لو هنتكلم عن فتره، ناخد المرحله الاولى لو هنتكلم عليها. تمام. مرحله الحمل المفروض الام من اول ما تحمل لازم تبدا تاخد مثلا فوليك اسيد، وده في منتهى الاهميه، على الاقل بتاخده 3 شهور، وده اللي بيحمي الطفل من مشاكل عيوب خلقيه في الاعصاب والخلايا العصبيه والعمود الفقري، حاجات كتيره جدا. لدرجه ان احنا بننصح ان الام تاخده قبل ما تروح حتى لدكتور النساء التابع. وفي كلام دلوقتي خلاص يمكن بقى كل الناس بيقولوا اول ما يعني اي عروسه جديده تتجوز، مجرد ما اول ما تتجوز لازم تبدا تاخد فوليك اسيد حتى لو لسه ما حملتش، من اهميته لان التاخير فيه مش كويس. تمام. بعد كده طبعا المتابعه الشهريه مع دكتور النساء. السونار طبعا مهم جدا جدا، بيشوف المشيمه، بيشوف الميه اللي حوالين البيبي، بيشوف وزن البيبي، نموه، بيشوف لو في ضغط او سكر عند الام لازم يتظبط، لو في مشاكل في المشيمه والام محتاجه تاخد مثلا حقن منع للتجلط، دي مهمه جدا. لو عندها اي التهابات صديد في البول، اي مشاكل ممكن تاثر على الجنين، دي طبعا في منتهى الاهميه. فعشان كده المرحله ديت دي الاساس، ودي زي ما احنا كده مثلا كاني بزرع زرعه. ما ينفعش ارمي البذره واقول خلاص هي هتطلع لوحدها، لا ده انا لازم اهتم بيها ولازم ارعيها لحد ما تكبر تبقى كويسه تتاسس صح. كذلك الطفل لو انا اهملته وقلت خلاص ما هو كويس، ما هو تمام، ما هو بيرضع، ما هو مش كده، دي هتبقى مشكله كبيره. فمهم قوي المتابعه، وطبعا تظبيط العلاجات. يعني لو ام عندها انيميا محتاجه تاخد حديد، محتاجه اي علاج، محتاجه نقص، عندها نقص كالسيوم عايز تاخد كالسيوم، تاخد اي فيتامينات تانية، فيتامين د، يعني في حاجات كتيره جدا الام ممكن تكون محتاجاها في خلال فتره الحمل. فمهم قوي المتابعه، وان الدكتور النساء بيشيك على كل حاجه في البيبي، اعضائه مهمه جدا، هل عنده عيوب خلقيه ولا لا. ودي بقى النقطه اللي احنا يعني نتكلم عليها بقى، اللي هي مرحله الولاده. أيوة. دي طبعا مرحله خطيره جدا جدا. أيوة. ومهمه جدا، وفيها بتحصل كوارث. تمام. مرحله الولاده المفروض الام لازم داخله تولد لازم تتاكد ان معاها دكتور النساء ومعاها دكتور اطفال ومعاها دكتور تخدير، مهم جدا. للاسف احنا لحد النهارده يعني داخلين في 2021 ولحد النهارده بيتم ولادات قيصريه وطبيعيه في عيادات خاصه. ودي طبعا للاسف جريمه. انا عارف ان ممكن ناس تزعل مني، بس يعني انا بقول كلمه حق يعني. ايوه طبعا. دي فعلا جريمه ان تحصل حاله ولاده قيصريه او طبيعيه في عياده خاصه غير مجهزه، دي مشكله. طبعا. فلازم الولاده يكون فيها دكتور النساء، دكتور تخدير، دكتور اطفال. دكتور النساء طبعا مهم جدا متابع في خلال الحمل، دكتور الاطفال اللي هيستقبل البيبي ده اللي هيعمل له افاقه، وده اللي هيستقبل الطفل لحد بيبدا يعيط او لو عنده مشاكل تانية يبدا يتعامل معاها. دكتور التخدير طبعا عشان لو حاله داخله تولد طبيعي وتعثرت او حصل مشكله وتقلب قيصري لازم دكتور التخدير موجود. ما ينفعش انا ام تولد في عياده طبيعي وتبقى اولادها متعثره ولازم مولوده قيصري دلوقتي، مش هلاقي دكتور قبل ما اجيب دكتور التخدير. صح. فدي مشكله كبيره جدا طبعا. طبعا في ناس هتقول طب مثلا مستشفيات مكلفه، انا عشان اولد ومستشفى مجهزه وفيها الناس دي كلها مكلفه. على فكره الموضوع بالعكس، هم في العيادات برضه بتبقى مكلفه. فان دلوقتي المستشفيات الحكوميه والجامعيه ما بترفضش حالات ولاده. ممكن ما يبقاش في حضانه ساعه الولاده، دي انا مع حضرتك، لكن كولاده مستحيل. فالمستشفيات الحكوميه والجامعيه دلوقتي هتلاقي فيها دكتور التخدير، دكتور النساء، دكتور الاطفال، ومجهزه من الف للياء. وطبعا ما فيش مشكله، يعني لو في مشكله ماديات هي اللي بتجبر الامهات على كده فحرام. لان في بدائل. ايوه بالظبط. لكن انت بتضحي بابنك، بتضحي بنفسك، وبنشوف مصايب بتحصل. فمرحله الولاده مهمه جدا، بيبدا دور دكتور الاطفال بقى او ما يتولد الطفل. ده اللي بيستقبل الطفل، بيعمل له افاقه. الطفل طبعا نقطه مهمه في اول 270 يوم اللي بنتكلم فيهم، الام المتابعه بتاعتها الدوريه للحمل بتاعها بتعرفها لو الطفل ده عنده عيوب خلقيه. تمام. ودي محتاجه تدخل تاني خالص. مش بس بقى حشيك على دكتور التخدير والاطفال والنساء، لا ده انا لازم اكون مجهز حضانه، ولازم اكون مجهز لو طفل محتاج تدخل. أيوة. عنده عيب خلقي مثلا في القلب. عنده شرايين معكوسه مثلا، ودي بنشوفها كتير جدا جدا دلوقتي. ما الطفل ده محتاج يعمل قسطره قلب فورا او ما يتولد، او في خلال 24 ساعه او 48 ساعه، او يعني باقصى سرعه. طب انا عشان اولده في مكان غير مجهز وابدا ادور، دي مشكله، ممكن الطفل يموت. أكيد. لكن انا لو من الاول الام عارفه ان الطفل ده عنده عيب خلقي في القلب ومحتاج قسطره فورا اول ما يتولد، ساعتها هتبقى هي عارفه هتولد فين
ومحضره له كل حاجه، وده اللي بنحاول نعمله فعلا في يعني الحياة. هي دكتور لو متابعه صح، الدكتور المتابعه هيقول لها ابنك عنده عيب خلقي بالظبط كده، فبالتالي هي تبقى مستعده بتبدا الام وتروح مكان مجهز بالظبط، تبدا الام تشوف هتعمل قسطره، طب هتعملها فين، طب خلاص يبقى انا حاولت في المكان الفلاني اللي هو فيه الامكانيه دي. لو طفل تاني عنده مثلا عيب خلقي مثلا، وبنشوفه برضه فات في الحجاب الحاجز اللي هو بيبقى مكونات المعده والامعاء كل ده بيبقى طبعا طالع في الرئه او طالع في التجويف الصدري، فضغط على الرئه فالرئه بتبقى منكمشه جدا، دي محتاجه عمليه برضو فوريه ودي عايزه جراحه اطفال، فبالتالي الام بتبقى عارفه انا حاولت في المكان الفلاني اللي فيه جراحه اطفال عشان الطفل ده محتاج يعمل عمليه طارئه في اول برضو ساعات. فالمتابعه بقى هي دي اللي بتبين، يعني احنا ساعات كنا بنشوف يعني امهات جايه تولد والله ما تعرف ده ولد ولا بنت، تقول لك سايبها بالبركه، والله يعني حبوب ايه انا كويسه انا متاسسه صح، والله حضرتك ما تعرفش فعلاً هي حامل في ولد ولا بنت. انا اعرف ناس ما كانتش بتاخد اي فيتامين اي حاجه فعلا يا دكتور حضرتك، وفي امهات والله بتبقى توأم وما تعرف. ايوه يعني احنا بنشوف حاجات يعني ما حدش صدقها، فبنحاول نوعي الناس طبعا باهميه المتابعه ده حفاظا على الطفل والام طبعا. طيب سؤال اخير بقى يا دكتور حضرتك، احنا قلنا المتابعة تمام، واتكلمنا عن الوقاية ان احنا نتابع بشكل دوري، اوكي، عايزين بقى من حضرتك نصيحة كده للأمهات تمام علشان اللي متدلعين واللي مش بتاخد الموضوع بشكل جدي. احنا طبعا يعني عندنا كلام كتير بس عشان وقتنا ما ننساش برضه أهمية الست شهور الأولانية من أول الطفل يتولد لحد ست شهور. ايوه عايزين نتكلم عن المرحلة دي، مهمة جدا 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 وما ينفعش احنا نعديها. طبعا مهمة التغذية بتاعت الطفل، رضاعته، احنا عندنا مشكلتين اساسيين دلوقتي بنشوفهم يوميا. ايوه الولادات القيصرية والرضاعة الصناعي، للأسف بقت حاجة يعني خلاص أي أم دلوقتي، طب حضرتك ولدتي قيصري ليه؟ تقول لا أنا اللي طلبت. طب طلبتي ليه؟ أصلي بخاف من الطبيعي، أصلي قالوا لي الوجع مش هستحمله، أصل يعني حتى ده في أمهات بتختار تاريخ ميلاد معين. أيوه فعلا يعني فوصلنا لمرحلة إن الأمهات فعلا بقت يعني بتستسهل. طب هل بقى الولاده القيصري دي ضرر على الام بس ولا الطفل كمان؟ ضرر على الطفل كبير جدا طبعا. الولاده الطبيعيه بصحك اي حاجه ربنا خالقها، اي ميكانيزم رباني طبيعي ده لا يقارن باي حاجه تانية صناعي. الولاده الطبيعيه ديت ربنا خالقها، الطفل العصره اللي بيتعصرها عشان يعدي من عنق الرحم الضيق ده، دي ليها فوائد. دي الطفل لما بينزل اولا بياخد بكتيريا، في بكتيريا موجوده في عنق الرحم عند الام، الطفل بياخدها وبيتولد، دي مهمه جدا لمناعته، يعني دي مناعه الله. اول مناعه كده طبيعيه وبعدها رضاعه طبيعيه. سبحان الله ده طبعا بقاش موجود في القيصري. الحاجه الثانيه الزنقه العصره اللي الطفل بتعصرها عشان يعدي من عنق الرحم في الولاده الطبيعيه، بعد كده بيطلع البيبي يتولد الصرخه الاولانيه دي اللي بتفتح صدره بطريقه برضو سبحان الله ميكانيزم لحد النهارده يعني غريب، فسبحان الله دي اللي بتغني الطفل عن جهاز تنفس صناعي وعن حضانه وعن حقنه رئه وحاجات كتيره جدا. فبرضو اصبحت دي مش موجودة في القيصرية. أكيد. فمعدل الأطفال اللي بيحتاجوا حضانة بعد الولادة القيصرية أكتر بكتير من الأطفال اللي بيحتاجوا حضانة من الولادة الطبيعية. صح. النقطة التانية اللي بنشوف الرضاعة الصناعي، الرضاعة الصناعي بقت دلوقتي خلاص الأم بتولد خارجة من المستشفى بعلبة لبن. طب ليه؟ يعني طب ما نشوف الأول الأم هترضع ولا مش هترضع. للأسف يعني في جزء برضه إحنا بنتحمله كدكاترة للأسف بنستسهل، وفي جزء تاني إن الأمهات بتتحمله برضه بتستسهل. يعني الام تقول اصل انا اللبن عندي خفيف، اصل انا مش عايزه ارضع، اصل انا نازله شغل الشهر الجاي. انا عايزه اسال بقى حضرتك الموضوع ده، لو الام اساسا ضعيفه هي ملوش علاقه اللبن اللي بينزل منها كبير. هو يا في لبن يا مفيش لبن. لان احنا عندنا معتقد خطا وشائع اللي هو انا اللبن خفيف وفي ام تقول لك اللبن تقيل. أيوة. هو يا في يا مفيش. لكن حته اللبن خفيف وتقيل او قليل او مش قليل دي مش موجوده. يبقى يعني في الست اشهر مهم جدا الرضاعه الطبيعيه. طبعا اول سنتين. تمام. بس الست شهور الاولين دول في منتهى الاهميه. طيب اوكي. ومتابعه بقى الوزن الطفل، وفي اول شهر طبعا متابعه صفره، متابعه اي مشاكل في السره، متابعه اي عيوب خلقيه موجوده. تمام. وطبعا تطعيمات مهمه جدا 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 بتبدا من اول ما الطفل يتولد لحد عمر سنه ونص، وفي حاجات بعد كده منشطه بتاخد بعدين. التطعيمات دي مهمه جدا جدا، وبالاضافه لتطعيمات الصحه في تطعيمات اضافيه في منتهى الاهميه. ممتاز. لازم كل ام تسال دكتورها عليها، بتحمل التهاب رئوي والتهاب سحائي ونزلات معويه وحاجات كتيره جدا جدا. ايوه. فمهمه قوي الست شهور ديت لان الوزن فيها بيزيد بسرعه رهيبه. فلو الطفل الست شهور الاولانيين ما زادش الزياده اللي احنا منتظرينها خلاص كده يعني يعتبر مش هيزيد تاني. بيزيد يعني ببطء جدا جدا. أيوة جدا. ايوه فالمفروض توصل الطفل يوصل سنه يكون وزنه من 8 ل 12 كيلو. تمام. المتوسط المثالي 10 كيلو. تمام. فلو الطفل وصل سنه عمره مش 10 كيلو بيبقى ده قليل شويه.
فالوزن كله في اول 6 شهور بيبقى سريع جدا جدا، من 6 شهور لسنه بيبقى ابطا، من بعد السنه يعتبر مفيش زياده. الطفل بيبدا يطول ويرفع زي ما بيقول، فالوزن بيبقى تقريبا ثابت من سنه ل3 سنين تقريبا بيزيد كيلو مثلا. ما شاء الله. فدي مشكله لازم نخلي بالنا منها. والله يا دكتور احنا عايزين نعرف معلومات اكتر واكتر من حضرتك، بس الوقت جري جدا. انا عارف هو موضوع كبير ومهم جدا جدا، وزي ما قلنا هم الاول 1000 يوم دول مصيريه للطفل ولعيلته وللبلد كلها، بتحمينا من مخاطر كتيره جدا، بتوفر علينا كتير جدا، بتطلع طفل سليم وسوي. ده في كمان الشق النفسي دوت، ده غير بقى التغذيه والكلام ده، في الشق النفسي مهم جدا ان انا ازاي اتعامل مع الطفل نفسيا في كل مرحله من المراحل. دي عايزه حلقات لوحدها يعني. لو وقتنا يسمح ممكن نتكلم، بس طبعا عارف الوقت عندنا شفقات تانية. بس حضرتك بتوعدنا ان شاء الله بحلقات جايه ان شاء الله نتكلم على ان شاء الله، لان الموضوع مهم جدا جدا. مشاهدينا الاعزاء في نهايه فقرتنا بنشكر الدكتور محمد عبد الرحمن خليفه، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده بكليه الطب جامعه الاسكندريه، وزميل كليه كامبريدج انجلترا، على وعد منه بلقاءات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرف ليا طبعا. ربنا يخلي حضرتك. انا بشكر حضرتك والمشاهدين طبعا، وان شاء الله دايما نتكلم في حاجات تفيد الامهات باذن الله ان شاء الله. واكيد اي حد عايز يتواصل مع حضرتك، ارقام العياده والعناوين موجوده على الشاشه مشاهدينا الاعزاء. هنطلع فاصل وهنرجع لكم على طول، ابقوا معنا.